You don't belong here. انت لا تنتمي هنا. جملة أول مرة أسمعها من وأنا عندي 10 سنين. كنت في بلد مختلفة، أول يوم دراسة ليا، ماشية في الطرقة في وسط اليوم ورايحة حصة ألعاب ألعب كورة. الولد بص لي وقال لي بكل حزم الجملة دي. الجملة دي فضلت تتكرر معايا كذا مرة لحد ما حسيت إن أنا شخصياً في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة، شايفيني من وجهة نظر واحدة، بنت من أصول مختلفة، لوني مختلف، لكنتي مختلفة، لبسي مختلف، حتى أكلي مختلف. المصريين في الخارج يا جماعة بيقدسوا جداً الجبنة الرومي، فرايحة بسندوتش جبنة رومي بتاعي في وسط اليوم وأكله. وكمان بنت وعايزة كمان تلعبي رياضة؟ لا ده كتير بقى. سموني the other girl، الأخرى، البنت الأخرى. وبالرغم من محاولات بائسة لكام مدرس ومدرسة إن هم يرفعوا شوية من الوعي عند التلاميذ إن هم يتقبلوا الآخر ويبقى في نوع من أنواع الأكسبتنس، إلا إن يوم والتاني، أسبوع والتاني، الموضوع نام ورجعنا تاني. ورجعت تاني أكل سندوتشاتي في طرقة فاضية منتهى الغربة. وبالرغم إن أنا كان عندي أسرتي داعمة جداً بتساعدني تشجعني تعزز ثقتي في نفسي، إلا إن لقيت نفسي إن أنا مش محصنة من حاجات بتحصل حواليا، حاجات بتحطني في قالب، حاجات من فكر واحد، stereotypes، أنماط، أفكار نمطية. حتى بعد ما رجعت بلدي لقيت نفسي متسستمة، طفلة تخش محل لعب الجزء بتاعي لونه بينك، ألعب بخلاط بلاستيك، مطبخ، وعروسة ما تشبهنيش، حتى الكرتون اللي بتفرج عليه ميرميد حرية البحر اللي كانت عنيدة وبتقول رأيها فجأة تتخلى عن صوتها علشان تكون زي الأميرات وتتجوز الأمير. تخيلوا الأنماط دي بقى بتعمل فينا إيه؟ تخيلوا الأنماط دي بتعمل إيه في النص الكرة الأرضية؟ النص التاني من العالم كله بيتعرض للأنماط دي من أول ما بنتولد. وبصراحة كده، ولو هنتكلم بمنتهى الصراحة، الأنماط دي أسبابها في بعض الأحيان انحيازات بتكون عندنا إحنا. كل واحد فينا وواحدة عندها انحيازاتها بما فيهم أنا. ولما جم يشوفوا الانحيازات دي علماء الطب النفسي من 3 جامعات منهم جامعة في هارفارد قرروا إن هم يعملوا تيست سموه implicit association test. بناخده أونلاين وبنبتدي إن إحنا على حسب سرعة إجاباتنا بنبتدي نأسوشيت حاجات معينة بناءً مثلاً على العرق، بناءً على قدراتنا المختلفة، بناءً حتى على الجنس والنوع، زي مثلاً الشغل، تربية العيال، راجل ولا ست، تمام؟ شغل البيت، corporations، شركات، تبع راجل ولا ست. وفي الحقيقة لما الناس ابتدت تاخد التست ده لقوا إن حصلهم الشوك، حصلهم الصدمة. إيه ده؟ إحنا كمان عندنا انحيازات؟ في الحقيقة الانحيازات دي بتكون موجودة في عقلنا الباطن وبتتكون من سن صغير جداً. لكن مش بالضرورة الانحيازات دي إن هي تأثر علينا. وبالرغم إن إحنا بنتولد صفحة بيضة تماماً، إلا إن سرعة استجابتنا من وإحنا صغيرين للانحيازات دي وللستيريوتايبس والأفكار النمطية بتبتدي إنها تتشرب جوانا من سن صغير جداً، حتى في علماء قالوا في دراسات من سن 3 سنين. أنت ولد، أنت هتعيط زي البنات ولا إيه؟ لا، أنت عايز كمان تلعب بعروسة؟ مش مهم، مش مهم، ذاكر بس انجح واطلع أي حاجة. وانت يا بنت لا،
اتصرفي كده بهدوء، وطي صوتك، اتعلمي لي كده أكلة وطبخة، خشي كده كلية سهلة واشتغلي شغلانة سهلة كده. جسمك احنا اللي هنقولك اللي يصح واللي ما يصحش. طب احنا ممكن نعكس الآية دي؟ ممكن من السن الصغير ده نبتدي نفكر أكتر الأنماط دي ازاي نشتغل عليها؟ نحولها لشيء إيجابي أكيد. دينا بتلعب الكرة وزمايلها بنات وولاد بيشجعوها. لما كرتون زي فروزن ولا موانا البنت بتبحث عن ذاتها مش شرط تبحث عن عريس. اللعبة اللي بنركبها مش مهم بينك ولا لونها أزرق، المهم أنا بركب مكعبات مع بعض وبشغل مخي وبنبسط وأنا اللي بختار. الحاجات دي بتعزز أفكار عند الأطفال، أنا موجودة، أنا مقبولة، أنا عندي حرية الاختيار، I belong، أنا بنتمي. ببتدي إزاي أغير؟ بالوعي أكيد. الوعي ده أول خطوة، بس هل أقف عندها؟ ما ينفعش. زي المدرسين اللي في مدرستي البائسة اللي كانوا حاولوا يرفعوا الوعي شوية عند الولاد والموضوع اتنسى بعد فترة، لازم الوعي ده نعززه بحاجات تانية كتير. حاجات علشان أقدر أخد قرار أصلاً بالتغيير. فلما جم يدرسوا علماء الأنثروبولوجي علم الإنسان والسايكولوجي إيه اللي بيخلي واحدة أو واحد ياخدوا قرار في حاجة معينة، لأن في عوامل كتيرة جداً ومتشعبة، إن مش شرط إن إحنا بناخد قراراتنا بناءً على لوجيك أو منطق معين. في بعض الأحيان بنكون عاطفيين في قراراتنا، في بعض الأحيان تجاربنا الشخصية هي اللي بتحركنا، أو دايرة المعارف اللي حوالينا، قرايبنا، جيراننا، أخواتنا، أو بيئة محيطة بينا، قوانين، إعلام. وابتدوا إن هم يرسموا الشبكة دي، والشبكة دي من كتر ما هي تشعبت قالوا إحنا لازم هنفكر في حاجة اسمها social and behavioral change، تغيير السلوك الفردي والمجتمعي. المهم إن إحنا ما نفكرش بشكل نمطي من وجهة نظر واحدة، لازم أفكر multi-dimensional thinking، أفكر من كذا وجهة نظر بشكل متعدد. الموضوع ملوش علاقة بكويس ولا وحش، الموضوع ليه علاقة بقبول الآخر. ليه الولاد اللي كانوا في مدرستي قالوا إن أنا ما بنتميش؟ ليه مهم شكلي قصاد البواب لما أرجع من شغلي متأخرة؟ ليه مهم إن جيراني يبقى ليهم رأي في قرار جوازي علشان لو أنا اتأخرت في الجواز هيتقال عليا إيه؟ زي ميرميد أو حرية البحر لما فقدت أهم حاجة صوتها، هويتها، جزء منها، مهم إن إحنا نسمع البنات. أيوة أنا جاي أتكلم على البنات. البنات اللي هما بعد كده بيبقوا أمهات وبعد كده بيبقوا نص المجتمع، أنا جاي أتكلم عنه. بس مش بس إن أنا أسمعها، مش بس إنها تطلع قصادكوا على الستيج وتتكلم، المهم إن أنا أسمعها، أقبلها، وأدعمها. ومن صوت البنات والولاد من الأرض جات عندنا مبادرة قومية اسمها دوي. دوي دوي جاية من دوي الصوت، يعني صوت له صدى. الصوت اللي له صدى ده علشان أسمعها وأدعمها. المبادرة دي جت تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة بشراكة مع المجلس القومي للمرأة وأكثر من 6 وزارات منهم وزارة التربية والتعليم، بدعم من يونيسف، مع مجتمع مدني، مع أفراد، مع إنفلونسرز، عشان كل دول ييجوا يدعموا البنت. ولو إحنا بنتكلم من واقع الأرض يبقى صوتهم البنات والولاد لازم يوصل. ببتديها بحكاية، وبحكايتها بتكمل حكايات تانية، حكايات بنات وولاد تانيين موجودين عشان يقولوا صوتهم، واخلق منظومة تدعم البنت، اخلق بيئة عشان سلامتها،
تعليمها قدراتها عشان صوتها يوصل وغيرها يستفيد. أوصلها بخدمات ممكن تساعدها. أوصلها بسكيلز أو بمهارات تخليها قادرة تنافس. إحنا معانا هنا النهاردة في التوك بنات وبنت نموذج مشرف دنيا الحلواني. عشان أخلق مجتمع بيدعم البنت يكون حليف ليها، أن ألاي، من أهل، أصدقاء، جيران، قرية، بلد كاملة، وكل واحد وواحدة فينا عليهم المسؤولية دي، إن إحنا نتجرد من انحيازاتنا ونبص لأبسط الأمور الإنسانية لينا عشان نكون حلفاء حقيقيين للبنات، عشان البنت تحس that she belongs، إنها بتنتمي، عشان ما تقفش في طرقة لوحدها، عشان ما تقلهاش أنت ما بتنتميش، رأيك مش مهم، أو يتقلها أنت الأخرى. لأن في واقع الأمر كل واحدة وواحد فينا الأخرى والآخر. شكراً.